السلام عليكم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله رح نعمل مع بعض ورد من الورق هالشكل هاد. خليكم معنا، رح نحتاج لورق مربع أبعاده 15 سنتي ب15 سنتي. نطوي الورق بهالشكل، الخطوة الثانية نحاول نوجد المنتصف. نطوي الورقة بهالشكل، نوجد المركز، من المركز بنرسم دائرة، هلأ رح نطويها هالشكل هاد. بعدين رح نقص بالمقص المشرنة، عندي 4 ورقات. رح أجيب أي غطاء مثل هذا الشكل، ثبت على الوردة الورقة، ثبت على الورقة، هلا رح نجيب الوايت كرافت جلو من غير الابيض، نركب الوردة. طبعا بأي لاصق تقدروا تحطوه تركبوها، انا اخترت هاي المرة الغرة. هيك صارت الوردة جاهزة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.